السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن شاء الله الفيديو ده مجرد علشان خاطر الكهرباء لو قطعت، يعني ممكن نشغل الراوتر. كنا الحمد لله جبنا الباور بانك ده والوصلة دي عشان نوصله، وحتى لو الكهرباء قطعة يفضل شغال. أنا مش عارف هل ده هيقدر يشغل ده أو لا، ولكن الفكرة ناجحة. وفي انواع باور بانك ما بتقدرش ان هي تشغل الراوتر، فهنشوف ان شاء الله مع بعض كده ونراجع الباور بانك ده ونشوف ايه اللي مكتوب عليه، ايه محتوياته، الوصله دي جبناها منين. طب الوصله دي لو يعني في انواع راوتر لو ما رضتش تركب هنا، بص انها مش تركب هنا، ليه الوصله دي تخينه وده هنا، نتصرف معاها ازاي، او المشكله دي لما قابلتني حتى مع الشاحن اتصرفت معاها ازاي. الراوتر ده ممكن في انواع راوتر فيها يو اس بي، بتاخد من الباور بانك يو اس بي يعني وتوصل هنا تشغله، ده ما فيهوش يو اس بي، بينشغل الباور بتاعه عن طريق المدخل ده. فلما جبت الراوتر ده ادي الشاحن اهو، جبت الشاحن ده طبعا كان تخين هنا، الشاحن ده كان تخين ما كانش عارف ان هو يدخل هنا كده، فجبت المحول ده. هتلاقي المحول ده بيتباع عند التعدش تقريبا او الجماعه دول، وصلتها كده اهي تمام، عشان دي تخينه دي صغيره، دي 5 مللي تقريبا، دي ممكن تكون 2 مللي او 3 مللي مش عارف، حاجه صغيره. وبعد كده بدات اللي انا اوصل هنا كده، الحمد لله الامور اشتغلت تمام. طيب الكهرباء فصلت وعاوزين بقى نشوف الباور بانك ده. جبت الباور بانك دوت، ممكن سعره تقريبا يعمل بتاع كام، 400 جنيه 500 جنيه 300 جنيه تقريبا يعني. هسيب لكم ان شاء الله التفاصيل في الوصف والامر عشان مش متذكر. ودي برضك هتلاقيها سكه 30 40 50 70 جنيه على حسب المكان اللي انت فيه، ولكن هي مهمه بصراحه. دي بقى اللي تاخد من الباور بانك، يعني هنوصلها ان شاء الله، نفتح ده ونصور كتالوجه. الفيديو ممكن يكون مطول وتفاصيلها حاجات في ناس مش محتاجاها، ولكن ممكن في ناس بتحب تقرا التفاصيل حتى اللي على الجاك ده، يعني ممكن يجي يشتري الجاك ده وانت عارف المقاس هنا كام والشيري دي كام. انا اشتريتها كده بالوايم، انا ما اعرفش المقاسات اصلا دي بيقيسوها ازاي ولا بيعرفوها ازاي. ادي اهي الكرتونه اهي، اللي حابب يصورها يعرف تفاصيلها. في ناس بتحب تعرف التفاصيل اللي قبل ما تشتريها، وممكن اهو انت تشوف اهو مكتوب متهيألي تقريبا يعني على حد علمي 5 مللي، 5 مللي ونص، دي مش عارف، او 5 ونص من الملي ممكن، مش عارف، مش ملم انا بالحاجات دي بصراحه. حتى ايه دي، انا ايه المستشعر ده مش شايفه مكتوب هنا في الفيديو، معلش ممكن يكون مطول، ممكن يكون بيشتغل على 5 فولت و 9 فولت و 12 فولت ممكن، مش عارف. بس بيجي مع ديت اهي، دي بقى طبعا ايه اللي هنوصلها ان شاء الله في الراوتر. نيجي نوصل كده، مش هتوصل. نعمل ايه بقى، ناخد المحول الصغير ده بسم الله ونوصل كده. بقى احنا عايزين هنا ايه بقى، نجيب الكهرباء من الباور بانك. انا معرفش ده هيشغل ده ولا لا، مش عارف. بسم الله نراجع مع بعض كده على بركة الله. ادي الكرتونة من بره، 20,000 20,000 امبير او ملي امبير، ولا ولا 20,000 يعني اوت بوت مش عارف ايه التفاصيل دي، انا برضه ما عنديش فكره بيها قوي. الناس بقى بتاعت الالكترونيات تصور بقى اللي هي عايزه تصوره. وادي الاسم بتاعه الماركه، حاجات بقى بيقول لك بيشتغل ازاي مش عارف ايه. وادي الجنب التاني تفتح منين، ماشي، في لزقة هنا او في لزقة هنا، هيت شكلها حلو برضو. الحاجات دي بتبين ان نوع الحاجة كويس. بسم الله، انا مجربتوش قبل كده ولا اعرف، يعني ممكن نجربه كده واشتريه من مكان تكون انت معرفه ايه، ان لو ما توافقش معاك ترجعهوله. بس هو هينفع يعني في كمال الاحوال، مثالي ممكن ينفع تشغل عليه لمبالد اكنه شاحن بتاع دوت. لا بس ما شاء الله حاجه كويسه، بص جاي مع الحاجات ديت اهو،
وادي الوصله، الوصله مش اللي هي التايب سي، اللي هي التانيه اللي هي المايكرو دي العاديه. جوه العلبه مفيش حاجه تاني. وادي الباور بانك نفسه. بس ادي اللي جاي معايا، ودي حاجه اللي بتحفظه من الرطوبه تقريبا او الحاجات ديت. ودي البلاستيكه ودي الكتالوج بتاعه، في الناس اللي بتحب تصور الكتالوج. بس هو يعني محمل برضو ما شاء الله حلو، مش عارف بقى ان هو محمل كده تقريبا في بتاع ربع كيلو، في بتاع 400 جرام تقريبا كمان، وممكن يكون نازل مكتوب على العلبه مش عارف، بس انا بقول يعني في بتاع 400 جرام كده او ربع كيلو، لا زياده عن ربع كيلو. اوزنه لكم ان شاء الله، اجيب ميزان، في ميزان نوزنه واسيبه لكم ان شاء الله الوزن بتاعه في الوصف، اللي حابب يعرف تفاصيل بقى او اكتر. ادي الكتالوج بتاعه، ممكن تلاقوا فيه بيانات انتم محتاجينها. ده المدخل بتاعه، ممكن يتشحن عن طريق التايب سي او الـ او المايكرو يو اس بي الانبوت. وال ده زرار الباور، ادي مخرج واحد اتنين، دي متالي لمبات، لمبات فان اهو، نص متالي. الصوره ما شاء الله حلوه، اللي حابب بقى يصور ويترجم للغه بتاعته. اكيد الوزن مكتوب في الوزن اهو، اللي هي تقريبا وايت ويت 392 جرام ما شاء الله. الصلاة على النبي، قيمتك قيمت لكم وزنه، بص يعني زيادة 8 جرام، ممكن يكون الكيس بقى. صباح الفل عليكم اهو. ممكن تكون حتة الميزان دي دقيقة معانا شوية، ان احنا شغالين في البويات بوزن، بنوزن البويات كتير، فممكن نكون فاهمينها شوية او بنحسها شوية. وادي هنا برضو تقريبا دي تحذيرات او حاجة، هو الورنج ده، ورنج النقطة، انا مش عارف بنطق الكلمات صح ولا غلط طبعا، بس الحاجات دي عن طريق الخبرة بنعرفها في شغلنا كتير بتمر علينا، فممكن فاهمينها كده. ده الحاجة اللي بتيجي معايا، يعني بيقول ان هو على بركة الله. نشغل الباور، لا ما شاء الله شكله حلو، وبرضه في كلام اهو مكتوب، طيب كده واضح تفاصيل بتاعه حيان. في ناس، معلش لو بنطول في الفيديو، بس في ناس بتفرق معاها التفاصيل ديت. ودي هنا عامله زي كانها سماعه، بس مش سماعه طبعا، وده انا مش فاهم ايه ده، الزرار ده ولا ايه، برضو مش عارف. طب 20 ملي امبير صح؟ يعني 20000 يقصد يعني، دي اللي بتقلي فيها اللمبات بتاع البيان اهو، ممكن. وادي اهوت. على بركة الله نشغل، بسم الله. منور اهو كده، التلات لمبات منورين قصادنا اهو رجالة. على بركة الله نجيب ديت بقى نوصلها هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، خليها في مدخل واحد، بسم الله. دي نورت معانا، مهم نستنى. هنا في لمبة بيان فعلا صح، لما كان منورها ايه بقى حمرا ديا، يعني ممكن يكون عايز تشحن مثلا، بس كان باين هنا. هنا بقى لمبتين منورين، ممكن كده يكون عايز تشحن. اللمبه بتاع الراوتر نورت احمر، لازم ان شاء الله هيشغله ما شاء الله، جميل.
بياخد بس دي المفروض تنور اللي هي اللي في النص ديت. ايه ده بس لو انا ما مش عارف، انا قلت في اول فيديو برضه ممكن يكون في بعض انواع الرواتر، مش عارف هيشغل بقى من هنا ازاي. لا معلش لا لا في خطأ، معلش هو من هنا، من هنا برضه يشغل برضه من هنا على فكرة، من هنا مش من هنا، دي أو اظن دي فلاشة او حاجة، او ممكن يكون من هنا، ممكن مش متأكد بصراحة من الحتة ديت، برضه من الباور بتاعه، الباور بتاعه من هنا. كده نورت اهي بفضل الله الامور تمام، كده النت اشتغل. اجرب برضك، اجرب لكم على حاجه اشوف النت شغال ولا لا وارجع لكم. بسم الله، ده برنامج سبيد تيست. تسعة عشرة 13، يعني السرعة أحيانا السرعة بتوصل لأعلى من كده، 24 و 20، ممكن يكون في حد فاتح معانا. أو ممكن يكون في حد فاتح نت معانا أو حاجة، أو ما علينا. تمام على بركة الله، الحمد لله الأمور تمام. يعني السرعة 12، شايفها السرعة 12 كويسة. لو التنزيل ماشي، الحمد لله كده اشتغل تمام زي الفل. اللي عنده اي اضافة اي استفسار يسيب في التعليقات، ان شاء الله فترة برضو نعمل لكم عنه فيديو تاني. مفيش اي صوت، مفيش اي زنة او حاجة، هادي وكويس الامور تمام. اعرفكم ان شاء الله بيشتغل كام ساعة برضو، ونعمل عليه شوية تجارب كده، نشغل عليه لمبة ليد مش عارف ايه الكلام دون. يا رب يكون الفيديو سهل ومفيد، متنسوناش في دعوة حلوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب تيجوا نوصل الوصلة ونوصل التليفون بالمرة ونشوف. لا معلش معلش، هعملها لكم في فيديو تاني ان شاء الله، ان معيش عايز التليفون اللي هو اللي فيه المايكروفون ده. معلش بسم الله، معلش دخلنا تاني في الفيديو. ممكن نجربه على اللاب على فكرة، نجرب الشحن ده على اللاب نشوف اللي هيحصل. تيجي زي ما هي كده، ندوس هل هيشحن يعني يا قوم اللاب ده، مش عارف. بس دي المفروض تنور. نوصل الشاحن بتاعه، الشاحن بتاعه نشيل ديت نحط ديت. بص الوصلة دي، لما بنحط الوصلة ديت كده ايه، بص بص بتنور ازاي. طب شلناها، المفروض بقى نحط ديت، المفروض برضه تنور. منورتش، ممكن يكون ما بيشغلش اللاب، او ممكن يكون محتاج يتشحن، عايز يتشحن اكتر من كده. ايه ده، هو فصل لوحده. طب نشوف هنا، منورتش برضه، في لمبتين منورين يعني يشحن. ممكن ما بيكونش بيقوم اللاب، مش عارف، نعمل عليه تجارب ان شاء الله ونشوف. جبت لكم وصلة تايب سي، الحمد لله تمام اشتغل وبيشحن والسرعة كويسة. بص الشحن باستخدام الكابل فاضل 1 ساعة وحاجة و40 دقيقة، التليفون حاجة و50%، يعني حاجة كويسة. بصوا ما شحنش اللاب، جايب لي الاشاره ان البطاريه ضعيفه،
مش هنشيل لا، حتى غيرت المكان. سو بص علامة الشحن، عايز يتشحن، عايز يتشحن، مش هنشيل اللاب. لا ممكن نشحن لاب تاني، ممكن باور بانك تاني يشحن اللاب ده، ممكن مش عارف. معلش بقى لو الفيديو طول شوية رجالة، اللي عنده أي إضافة أي استفسار يسيبها في التعليقات. تمام، هو الحمد لله جه بفضل الله، يعني قضى الوظيفة أو الغرض بتاعه الحمد لله. تمام، اللاب انا ما كنتش عامل حساب ان هو اللاب اصلا، ولكن قلنا نجربه. يعني هو ممكن ما يكونش معمول للاب، اللاب ممكن يكون محتاج جهد اعلى او باور اعلى او حاجه، او ليه باور بانك خاص باللابات والحاجات دي. نعمل عنه ان شاء الله تجارب تانية، نشغل عليه لمبه ليد مكان في النجفه او حاجه او الكلام ده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.